السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي ألماس الدين أغامي 4 مارس بانجلاديش مركز تحفيز فاونديشن الودوغي انترناشنال حفظ القرآن پوتجوغي تاي بھارت برشير پوتجوغي حشبه پوتنیدیت تکوربو انشاء الله. أمي بھارت برشير پسیم بانجلار اتا 24 پرگانا جلار روحنڈا صدقية محمودية خارجية مدرشار پاتھراتو چھاترو شکل عمر جنو دعا کربين আল্লাহ পাক যেন আমার পূর্ণ সফলতা দান করেন এবং আল্লাহ পাক তিনি আমার দেশের আমার দ্বারা আমার দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون